الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما دينا وأدا، أهلا بحضراتكم ووقفة اقتصادية جديدة. استقبل ميناء سفاجة البحري أمس سفينة محملة بنحو 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن 5000 رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة ب 12000 رأس. يأتي هذا في إطار جهود دولة لتأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلا عن إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات. في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، وقعت شركة ابدأ للتنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع شركة بريطانية للاستثمار في تطوير معمل دولي للتكتيك المعياري والمعتمد بالفعل من المجلس الوطني للاعتماد والمنطقة الدولية لاعتمادات المختبرات. ويهدف هذا التوقيع إلى توفير ورفع كفاءة معدات الاختبار المطلوبة لتغطية اختبارات الأجهزة المنزلية، بالإضافة للتوسع في اختبارات الأجهزة الكهربائية. وسيتم تسجيل المعمل دوليا تحت مظلة شركة بريطانية في اللجنة الدولية للأجهزة الكهربائية للإلكترونيات ومخطط هيئات التصديق، مما يساهم في توفير الوقت المستهلك في الحصول على الاعتماد الدولي وإصدار الشهادات. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بدعم من تعهدات السعودية المفاجئة هذا الأسبوع بمزيد من خفض الإنتاج، والتي بددت تأثير بيانات صينية ضعيفة وزادت مخزونات الوقود الأمريكية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 76.65 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 72.11 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 94% لتصل إلى 2.39 دولار للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% لتسجل 2.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت الجمارك الصينية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو إلى أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وبلغت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين 20.5 مليار دولار، بينما بلغت التجارية بين البلدين حيث بلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار. وأصبحت الصين العام الماضي أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا، علما بأن الصادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فرضت عليها ردا على الهجوم على أوكرانيا. انتهت جولتنا الاقتصادية لهذه النشرة، وعودة من جديد إليكم دينا وأدا. شكرا لك شروق.